الضمان الاجتماعي هذا هو من التأمين التكافلي الذي أجازته كل المجامع الفقهية تقريبا والمؤسسات العلمية من قديم، من يعني ما يقل عن 80 سنة. المؤسسات العلمية في مصر وفي غيرها قبل حتى يدخل لها الغش إن أجازت مشروع الضمان الاجتماعي، هو تأمين تكافلي الغرض من التعاون، يؤخذ من كل شخص قسط من مرتبه، وبعد أن يموت عاملين له حسبة يبقى يصرف بعد أن يتقاعد يعني، أو بعد أن يموت أحيانا لأسرته يعطونه نسبة من المرتب الذي كانوا يخصموا فيه منه. هذا جائز لا حرج فيه، وله ليس مبني على المقامرة ولا على الغرر، وله من أكل المال بالباطل، لأن شبهة شبهة التأمين. الضمان الاجتماعي يختلف عن الضرائب. الضمان الاجتماعي شبهته شبهة التأمين والغرر، هل هو حرام مثل التأمين التجاري لأنه قائم على الغرر والمقامرة والقمار، والله تبارك وتعالى حرم القمار؟ لا، هذا لا يقوم على القمار الذي حرمه الله في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان، بل هو قائم على التكافل والتعاون، وهو ممدوح ومشروع وفيه رفق بالناس. هذا فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فهو جائز لا حرج فيه، وله أن يأخذ المال ويدفع فيه المال، لا حرج في ذلك.